يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم، المعنى كثرة القراء أي من يعرف القراءة والكتابة أم من يحسن قراءة القرآن؟ كلاهما. يكثر قراءكم يعني الذين يحفظون القرآن وليس عندهم فقه، وكذلك اللي يقرؤون الكتب قراءة من غير فهم ومن غير فقه، أو يحفظون النصوص من غير فهم لمعناها وفقه في مدلوله، يشمل هذا وهذا. نعم.